مقياس هيرمان لأنماط التفكير. هذا المقياس ليس هدفه إصدار حكم على الشخص، ولكن هدفه هو التعرف على نمط تفكيره بشكل أو بآخر. هنالك العديد من المقاييس التي تساعد في معرفة شخصياتنا ومعرفة طبيعة أفكارنا. أهم ما في مقياس هيرمان إنه بيركز كثير على إنه نقدم توصيات للفرد. فالشخصية هي كل متكامل، لا يمكن تجاوز جانب وإغفال جانب عن بقية الجوانب الأخرى. تابعوني على coursestore.com.